الحرب تهدم المباني وتقتل الأرواح. ظهرت مجموعة فصائل كل يوم كنا نسمع قصة جديدة بطلها القهر والجوع والاغتصاب والتعذيب، لكن الفرق إنها مو بس قصص، هي واقع يعيش جيراننا وأهلنا ووطننا ويأثر علينا مهما زادت الحدود بيننا. حيث بدأ المتظاهرون في التوافد من 2013 بدأت المظاهرات ضد الحكم تنتشر وتزيد، وتم تأجيج نيران الطائفية بين الشعب. بين الشك والجذب ضاعت ثقتنا في الأخبار، اختلفت أسماء وأشكال السبب لكن ظل على بشاعته. من شر الحرب ومن خوف عائلتي على سلامتي ضاع حلمي إني أشتغل مذيعة في التلفزيون. كانوا خايفين الناس إذا عرفوني يمكن يأذوني. العقول تلوثت، الحرب خلت فجوة بيني وبين عائلتي، ابتعدنا في الآراء وزادت اختلافاتنا، وقررت أخش صورتي حتى من مواقع التواصل. الخوف كان متمكن منا في كل ناحية من حياتنا، متى الكل يرجع يعتز بلغته ودينه وقوميته بدون خوف ومحاسبة؟ لكني تعلمت من الحرب. الحرب عطتني جرأة لكسر التابوهات، وأنا قررت أعرف أكثر عن القوميات والأديان وتاريخها. تعرفت على أشخاص من الديانة الإيزيدية وزرت معبدهم بنينوى وتعلمت تاريخهم اللي كلنا كنا نجهله. وانتشرت الثقافة الشبابية ومنظمات المجتمع المدني اللي تشجع الشخص على الاعتزاز بهويته. أبداً ما في صمت وخوف من بعد اليوم. الحرب دمرت أحلامنا، دمرتنا، حرمتنا من الوصول إلى ما نطمح. 1% كان نعيش نتنفس، نتحرر من قيودنا، من العشيرة، من العادات والتقاليد. رجعنا للورا، ويبدو رح نبقى البند الأهم بثقافتنا الأبوية التي لا تحرف ولا تمس. وحتى تموت كل أنثى ظلماً وتحيا الذكورية حرام. أمنيتي لبكرة بالحياة نحيا للإنسانية بوعي، كل شخص بمكان اللي يستحقه. تجمعنا المحبة والتسامح والتآخي، ما في تفرقة في مجتمعنا حسب العرق أو الطائفة، ما يفرقنا شيء. دين الإنسانية والهوية، والقومية هي الإنسانية.